السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. هنتكلم دلوقتي على الغطاء الخاص بالنشافة بالغسالة نص أوتوماتيك التوشيبا أو أي غسالة أي كانت نص أوتوماتيك. عندي فيه مشكلة بتقابلني أو بتقابل معظم الفنيين اللي عندي الباب خلاص اتكسر. هنشوفه عشان نعرف نتكلم ونشوف إيه اللي حصل بالظبط. الباب عندي اتكسر البوز الخاص بيه، فالبوز الخاص بيه ده لما اتكسر ما عادش هيفتح ويقفل معايا مظبوط، لان انا عندي فرامل فيه هتبدا تعلق. الفرامل هنا بوزها هنا، هنشوفها في الفيديو الثاني ان شاء الله، في تكمله الفيديو ان شاء الله، ونستوعبها واحده واحده. انا عندي دلوقتي البوز ده اتكسر، ايه الحل فيه بالظبط؟ هل انا ارمي الباب ولا اعمل ايه بالظبط؟ طبعا رميت الباب وجبت باب جديد ونفس الوضع، البوز اتكسر، مسافه مراكب الباب البوز اتكسر، بقيت واقف بشكل محرج قدام العميل. مش انا اللي جايب الحاجه، اي نعم، ولكن الشكل العام بقى شكل محرج قدام العميل. الخامات رديئه او اي حاجه ايا كانت مش مشكله عندي، المهم البوز. مسافه مركب وبفتح وبقفل من غير مركب السوسته الشداد اللي بتوقف لي الباب، لقيته اتقطم. هو محتاج شغل؟ لا مش محتاج شغل ومش محتاج فن كبير، ولكن تعالى مع بعضنا اقول لك ازاي تعدله. انت كفني تبريد وتكييف، في بعض الفنيين بتجيب بعض امور هقول لكم عليها. في بعض الناس بتجيب مسمار زي ده وبتربطه وبتمشي العمل بتاعه عادي خالص، ما فيش اي مشكله، وبتربطه من الناحيه الثانيه بحيث يعدي يمسك هنا ويمسك في الناحيه الثانيه ما عادش يطلع ولا عاد اي حاجه، وده شغال كويس. ولكن انا فكرت بشيء احسن واحدث، لنا اشغل دماغي اعمل حاجه مختلفه شويه ويكون عصب، لان مسمار زي ده هيكون المسافة بتاعته رفيعة، فيبدأ اللي هو ياخد ويدي ويلق معايا في المكان المحدد له. فقلت افنن واشتغل على حاجة تانية. ايه هي الحاجة التانية؟ اللي انا هجيب ماسورة زي ديت، ماسورة حديد مقربة لنفس التخانة بتاعت ديت بالظبط، وابدأ اقطع البوز ده واكبر منه سنة، وهنشوف دلوقتي هنقطع وهنشوف هنعمل ايه بالظبط خطوة بخطوة. بعد ما قطعت البوز هقول لكم هنعمل ايه بالظبط خطوه بخطوه، وشغال مع بعض باذن الله خطوه بخطوه. هنشوف دلوقتي العمل هيبقى ايه مع بعضنا خطوه بخطوه. هذا البوز معايا في ايديا، هجيب البنسه بوز او اي بنسه ايا كانت، وابدا ان انا اولع معايا لمبه اللحام. كل ماشيين مع بعضنا خطوه بخطوه عشان نفهم العمل ايه بالظبط، ونفهم الوضع بتاع الشغل هيبقى عامل ازاي، ونبدا ان احنا نستوعب خطوه بخطوه. لمبه اللحام، ولعنا لمبه اللحام ومسكنا البوز ده معانا في ايدينا وسخنا عليه. لما نسخن عليه هيبدا اللي هو يحمر، لو سخنا مسافه طويله جدا هيبدا اللي هو يحمر جدا جدا جدا، ولو دخلناه في قلب المكان ده ممكن يبوظ العمل وما ينفعش. فاحنا سخنا مسافه هي، وجبت البوز وفي المكان بتاعه بالظبط في النص بالظبط، ابدا ان انا ايه اتك على البنسه، اتك عليها بحيث ان هي تنزل كده، واسويها اخليها ثابته في النص بالظبط، وابدا اتك عليها بحيث ان هي تنزل، واما تنزل هتبرد في قلب البلاستيك وهتعشق وهتبقى 100 100. كده عشقت وبردت في قلب البلاستيك، وابدا ان انا اهوى عليها، اتك عليها شويه بحيث العمل يمشي معايا ويكون مظبوط بدرجه 100%. هي بردت دلوقتي بردان بسيط، ولكن انا عاوز لسه احط المسافه تنزل تحت شويه، ومش قادر. لو كنت اسخن او مش عارف ان انا كنت اسخن مسافات طويله احميها ازيد من اللازم عشان ما تبوظ هنا، ولكن انا هسخن عليها تاني وهنشوف هنعمل ايه بالظبط مع بعضنا خطوه بخطوه. اللمبه، وهنولع اللمبه مع بعضنا ونسخن تاني تسخين بسيط، بحيث هنسخن مائي على البوز نفسه الحديد، مش البلاستيك يا جماعه، على البوز الحديد شويه بحيث يبقى سخن.
وابدا بالبنسبوز اتك عليه شويه بحيث ينزل تحت واسيبه بقى على كده بقى. شويه ميه بسرعه احطهم عليه او اسيبه واحده واحده زي ما انا عاوز. لو عندي نقطه ميه احطها عليه كده بحيث تبرد ويبقى كده البوز معايا لحم 100% حديد مفيش اي مشكله. نلاحظ بقى عندي الناحيتين مظبوطين هنا وهنا. انا حاولت ان انا اقول لكم نعمل ايه بالظبط خطوه بخطوه، اوضح لكم الامور تكون واضحه معاكم باذن الله سبحانه وتعالى. كده انا عملت الباب وصلحت الباب ومش محتاج ان انا اعمل حاجه تانية او محتاج ان انا احط مسمار سن صاج زي ده اللي هو يلق معايا ويبقى المسافه طويله. انا حطيت بوز حديد نفس البوز ده ونفس التخانه بالظبط مقربين لبعض بحيث هيبقى مظبوط معايا الباب مش هيحصل فيه لقه ويحصل فيه بوز. هنشوف مع بعض ايه اللي حصل في بقيه الفيديو وانا بركب الباب وهيبان معاكم خطوه بخطوه باذن الله. دلوقتي بعد ما جبنا الوش الجديد وركبناه كسر البوز بتاعه، مسافة ما ركب اتكسر، افتح الباب اقفل الباب اتكسر في اقل من ثواني. بقينا واقفين في وضع محرج قدام العميل هنعمل ايه؟ خلاص لازم نعالج الموقف. اشتغل على الجديد ولا اشتغل على الباب الاصلي بتاع الغساله والاثنين اصليين؟ لا، اشتغلت على الباب القديم اللي هو الخاص بالغساله وعملت له البوز. فانا دلوقتي بركب الباب وبقول لكم ايه اللي بيحصل بالظبط، انا عملت ايه بالظبط. ده البوز الجديد اللي ركبته وابدا انا هركب في الغساله نفسها وابدا انا هشغل البوز الجديد اللي انا عملته واركب الغساله ومفيش اي مشكله خالص ولا في اي حاجه. وعالجت الموقف وخلصت الغساله وسلمتها وكان الموقف كويس وطالع من عند العميل، العميل مرضي وانا ذات نفسي مرضي. دي طريقه التركيب بتاعها سهل جدا. البوز اللي على الشمال ده ايوه دي بتاع الفرامل اللي بتوقف وتشغل الغساله. اليمين ديت اللي هي بتوقف الغساله مش بتفصل الكهرباء وتشغل كهرباء، ديت تفصل الكهرباء وتشغل كهرباء، والثانيه اللي على الشمال الفرامل. وركب وشغل وخلص كل حاجه. غساله توشيبا 12 كيلو، اي غساله بيحصل نفس العطل ده فيها سواء توشيبا سواء يونيفرسال سواء ترونيدو، اي غساله بيحصل نفس العطل ده، والعطل ده سهل علاجه باذن الله سبحانه وتعالى. في بعض الفنيين ممكن تركب مسمار يعدي من هنا والمسمار بيمشي عادي مفيش مشكله، ولكن بعد مده بيبوظ المكان ويبقى مش كويس. طيب انا دلوقتي حطيت نفسي في الغساله وضبطها وخليتها وخلصتها تمام التمام. بقيت قدامكم الموقف عشان تستوعبوا العمل وتستوعبوا كل حاجه، وركبت السوسته بتاعتها وكله بقى تمام التمام. هذا البوز البلاستيك بتاعها وده البوز الحديد اللي احنا ركبناه من اي ماسوره حديد عندي بتكون نفس البتاع. حليت انا ده القديم، ده قصدي الباب الجديد اللي انا جبته واللي انا عالجته القديم. فعشان نكون عالجنا الموقف ونكون كويسين وانتهى العمل معانا الحمد لله. وانتهى العمل معانا الحمد لله وركبنا الباب بسلام وامان وتمام التمام. اتمنى لي ولكم التوفيق دايما. كان معاكم ولد ابو العينين من قناه متخصصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.